كشفت صحيفة The Globe and Mail الواسعة الانتشار في كندا بأن الشرطة الفيدرالية الكندية قامت بتوسيع نطاق تحقيقاتها بشأن الادعاءات بالفساد والتي تطال وكالة الدخل الكندية. نشير إلى أنه منذ أكثر من عامين تتضاعف المزاعم التي تدعو للقلق بشأن النشاطات التي يقوم بها عدد من موظفي المكتب التابع لوكالة الدخل الكندية في مدينة مونريال. وقامت الشرطة الفيدرالية بمداهمات في إطار التحقيقات التي طالت عدد من القضايا، من بينها العلاقات التي تربط عدد من المراقبين في الوكالة بمتعهد البناء فرانشيسكو برونو من شركة بيتي سيراميك. هذا وقد اعترفت هذه الأخيرة خلال فصل الشتاء الماضي بأنها مذنبة بعد أن تم اتهامها بالتهرب من تسديد الضرائب المستحقة بواقع أكثر من مليون دولار. وكشفت أحدث التحقيقات عن صور تظهر فيها مجموعة من المراقبين من مكتب وزارة الدخل الكندية في مونريال وهم يحتفلون في إحدى المقصورات الخاصة في مركز بيل إلى جانب فرانشيسكو برونو، في الوقت الذي كان يخضع هذا الأخير لمراجعة لحساباته الضريبية من قبل الوكالة. إلى ذلك تشير معلومات الشرطة الفيدرالية والتي تطال مكتب وكالة الدخل في مونريال إلى احتمال وجود مخطط للابتزاز يشمل 5 مراقبين كانوا يطالبون أصحاب المطاعم برشاوى لقاء تخفيض مهم في تقدير الضرائب الخاصة بهم. كما اتضح مؤخرا وفقا لمعلومات صحيفة The Globe and Mail بأن هذا المخطط قد يمتد إلى أبعد من حدود مدينة مونريال. ومن تاريخ بداية التحقيقات لم يتم توجيه أي اتهام رسمي بعد للموظفين، والذي يدعو للقلق أكثر لسيما في صفوف أحزاب المعارضة في أوتاوا هو صمت حكومة هاربر، على الرغم من أن الترددات التي أحدثتها هذه القضية بدأت تصل إلى أعلى المستويات داخل صفوف الحكومة الفيدرالية. يشير إلى أن التحقيقات قد انتهت حول مكاتب الوكالة في مونريال، وتقرير المراقبين هو قيد الدراسة على مكاتب المدعين العامين.